استدعانا علي جمع هذه الكواليس كليب جديد. الغنية عنوانها يوزي تو، كتبها علي وخدمها موسيقيا كما العادة مهدي مشفر. اخر مارس ايالي كان في قطر، عمل اول حفله لي غادي رابر تونسي، استغل العمارات والشوارع متاع الدوحه وصور مقاطع باش تكون موجوده في الكليب الجديد. بانجر حاجه معناها موسيقى ريتميك في ريتم معناها كما نقولوا تيمبو طالع، دونك هذاك هو بانجر لازم يمشي كراها بستيل هكا. صورنا شويه في قطر وباش نكملوا نصوروا هوني تو. ما نحبش نبدل كل مره ايكيب ما دام ايكيب ناجحه، دونك نحاول نستحفظ عليهم وكاو ان شاء الله ديما هكا نخدموا مع بعضنا وان شاء الله ديما نخدموا في حاجه مزيان. هي لي كون مع مهدي موسيقيا تيم نجح برشا، ظهر في سيف واوزي ونهار زينو متاع شنيه. بكرة عاد انا وعلي ديما هكاك نخدم مع بعضنا، ديما موجودين في كليبات بعضنا، ان شاء الله جديد باهي باهي برشا، وان شاء الله في القريب العاجل نشوفوه. سون 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 يا يا يوستو يا يا. الجمعة اللي فاتت الفريق الكل يخدم على التفاصيل الكل، ما عادش مسموح بكليب عادي بتصويرة عادية بجملة موسيقية عادية والا خاصة بكلمة ما فيهاش رنة، رنة تبقى تتعاود كما محسن مضمن ولا يحبوا يجسوني في فلوسي ولا متاع شنية. هذا الكل باش يخرج الكليب في المستوى. للتذكير فانه علي اختار يعمل وقفه صغيره بعد اكتشاف انه يتعرض الحمله على اليوتيوب ناس مجهولي الهويه من اسيا اوروبا الشرقيه وامريكا اللاتينيه يتعمدوا يحطوا دي جنبا على اغانيه. تحقيق حتى لليوم مازال متواصل. بانجر فيه شويه هكا حكايه على تبع ديزلايكس شويه نتاع موسكو، شارات له موسكو خاطر عملوا لنا ديزلايك وكا، وفيه شويه هكا معناها كيما نقولوا اكسبليسيت باش نفسر فيه معناها شنيا صار معناها في شنيا صار معناها في التيتر نتاع شنيا، وفي شويه هكا كالعاده معناها موزيكتي انا ذاك هو حكايتي فازتي. يوستو قريبا جدا نلقاها على القناه الرسميه علي اللي وصلت حتى اليوم ل 326 ألف مشترك.